24 يوليو 1990 كانت آخر زيارة لرئيس مصري إلى العراق. النهاردة 27 يونيو 2021 يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي العراق في قمة تجمعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن الملك عبد الله ابن الحسين. قمة ثلاثية تعبر عن الكثير، تتجاوز حتى الصور التي رأيناها، رغم أن الصور تحمل من الدلالات والمعاني ما لا يتصوره أحد. يعني في صورة معرفش الشباب ممكن يركزوا لنا عليها، والرئيس عبد الفتاح السيسي نازل من الطيارة في استقباله الرئيس العراقي برهم صالح. أهو يمكن الصورة دي فيها استقبال يعبر عن مش بس محبة صادقة وعن امتنان كبير جدا لمصر ولدورها، ولا عن قناعة بما أحرزته مصر، ولكن فيها معنى أنه اللي قاله الرئيس العراقي في التغريدة بتاعته لما قال مرحبا بكم في عراقكم، هو بيعتبر أنه الرئيس المصري وملك الأردن في هذه الزيارة هم الحقيقة ما انتقلوش من مصر أو من الأردن من بلادهم إلى بلد أخرى، ولكن هي العراق بلدهم أيضا، لأنه الحقيقة الظروف اللي مرت بها العراق من سنوات طويلة جدا، من عقود طويلة جدا، يمكن حتى من قبل سنة 90 لما حصل الغزو العراقي للكويت، وبعدين بعد كده في 2003 لما حصل الغزو الأمريكي الغاشم للعراق، والعراق تمر بظروف صعبة جدا على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. ولنا أصدقاء يعني عراقيين يكلمونا عن المآسي التي مر بها العراق خلال السنوات الأخيرة. النهاردة هذه الزيارة الحقيقة بالنسبة لي هتوقف مع حضراتكم خلالها عند ما وراء هذه الزيارة، عن الرسائل اللي بتحملها هذه الزيارة، عن الإجابة على سؤال واضح جدا أنا بطرحه وناس كتير جدا بيطرحوه في كل مرة بيخرج الرئيس عبد الفتاح السيسي من مصر ليزور دولة أخرى. صحيح إحنا لا نعتبر أنه العراق دولة أخرى ولا العراقيين شعب آخر، ولكن هي زيارة خارجية. السؤال اللي دايما بيتردد اللي هو ما الذي ستستفيده مصر من هذه الزيارة؟ لأنه انت في النهاية رغم أنها علاقة أشقاء، رغم أنها يعني تجمعنا بالعراق الحقيقة أكثر من مجرد مصالح سياسية واقتصادية، لأنه خلي بالكو أنه بيجمع مصر والعراق إرث حضاري. يعني انت بتتكلم عن دولتين كبار ليهم عمق تاريخي كبير جدا. الزيارة دي حصل خلالها عدد من الاجتماعات، يمكن زي ما حضراتكم تابعتوا كانت في يعني القمة الثلاثية الأساسية اللي جمعت رئيس وزراء العراقي والرئيس المصري وملك الأردن، ثم كان في لقاء رباعي انضم ليه رئيس العراق، وكان في لقاءات ثنائية، يعني الرئيس قعد مع الملك الأردن وقعد مع رئيس وزراء العراق وقعد مع رئيس مجلس النواب العراقي. كل هذه اللقاءات توجت هذه القمة الثلاثية أو صبت في نهر هذه القمة الثلاثية اللي تقدر تقول عليها إيه؟ أنها قمة التنسيق الاستراتيجي الكامل، أو تقدر تقول إن إحنا بنوصل في هذا التحالف الثلاثي مصر والعراق والأردن إلى التعاون الاستراتيجي الكامل في كل المجالات. في كل المجالات. هذه الزيارة فيها حديث عن مشروع يمكن مهم إن احنا نتكلم عن تفاصيله شوية، اللي هو مشروع الشام الجديد. مشروع الشام الجديد ده يعني تم إطلاقه في صيغته الحالية اللي الناس بتتكلم عنه النهاردة في سبتمبر 2020، يعني في سبتمبر اللي فات تم إطلاقه
وكان ده عبر لقاء جمع ما بين رئيس الوزراء العراقي والرئيس عبد الفتاح السيسي وملك الأردن في العاصمة الأردنية في سبتمبر 2020. ما كانش هذا الإعلان عن هذا المشروع يعني عفو الخاطر زي ما بيقولوا، لا ده انت لو رجعت بالتاريخ هتلاقي ان مشروع الشام الجديد ده اول مرة طرح في مارس 2014. طبعا يعني ما كانش الرئيس عبد الفتاح السيسي وما كانش مصطفى الكاظمي، كان الملك عبد الله، وطرح بفكرة انه يبقى فيه تحالف على مساحة جغرافية اكتر، يعني يبقى فيه عدد اكتر من الدول العربية، الناس تتعاون، يبقى فيه استراتيجية من الناس، يبقى فيه استثمارات متبادلة، يبقى فيه علاقات اكثر، يعني في ظل تفتت عربي كان موجود في 2014 مارس 2014. اعيد طرح هذا المشروع مرة اخرى ايام حكومة حيدر العبادي، وفي مارس 2019 تم طرحه كفكرة مرة أخرى في القاهرة، لحد ما وصلنا إلى الصيغة النهائية اللي بتجمع. طبعا في 2020 لأول مرة اتكلم عنه مصطفى الكاظمي كان في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بيعمل حوار مع الواشنطن بوست، وقال لهم إن احنا بنعتزم إن احنا ندخل في مشروع استراتيجي هيضم القاهرة وهيضم الأردن، يضم مصر والأردن، لأنه احنا بنسعى إلى تكتل إقليمي. طيب إذن الكلام عن هذا التكتل شراكة استراتيجية، أنه العراق ببساطة شديدة جدا بعد ما تم إنهاكها خلال السنوات الأخيرة، فأنت قيد الله لهذا البلد مسؤولين بيحبوا العراق، عاوزين ينهضوا بالعراق، عاوزين يدخلوا في شراكات استراتيجية وفي تعاون استراتيجي. فتم البحث عن مصر وده بشكل أساسي، وعن الأردن أيضا. احنا رايحين بنحمل للعراق ايه؟ يعني معانا ايه؟ أولا هذه الزيارة لازم تقول لك ان انت مشيت في الطريق الصحيح بدرجة كبيرة جدا، ولما تيجي هنا نتكلم عن جمهورية جديدة ناس هتستغرب ان انا لما اقول انه هذه الزيارة فيها ترجمة لمعنى من معاني الجمهورية الجديدة في مصر، النقلة اللي انت عملتها هنا في مصر. لان انت لما تيجي تبص لنفسك خلال 7 سنين فاتوا مثلا، او من 7 سنين فاتوا لما كنا طالعين من 30 يونيو وبلد برضو منهكة جدا، محدش كان يتصور انك خلال هذه ال7 سنوات هتقدر اولا تتجاوز التحديات اللي عندك، وتتجاوز المشاكل اللي عندك، وتتجاوز الازمات اللي عندك، ويبقى عندك خبرة تقدر تقدمها لآخرين. لأن انت رايح النهاردة في ايدك اليمين خبرة مصر في مساحة البناء وبناء المشروعات القومية الكبيرة وإعادة هيكل الدولة من الأساس، يعني كانت على حافة الانهيار، فانت رايح كمصر بهذه الخبرة في ايدك اليمين، خبرتك في البناء والمشروعات القومية الكبيرة، ورايح في ايدك الشمال خبرة اخرى وتجربة أخرى هي تجربتك في مواجهة الإرهاب والتطرف واللي العراق عانت منه فترة طويلة جدا. فأنت رايح هناك بهذه الخبرة، يعني رايح مصر الكبيرة، مصر اللي لها ثقل، مصر اللي أصبح لها كلمة في المنطقة. فلما تروح للعراق وانت في ايدك اليمين خبرتك في البناء وفي ايدك الشمال خبرتك في مكافحة الإرهاب، فأنت رايح تضيف ورايح تقدم لدولة رئيسها عندما يعني كان ينتظر رئيس عبد الفتاح السيسي ونازل من الطياره كان يفتح ذراعيه. انتوا عارفين التحيه دي معناها ايه؟ يعني اللي هو احنا منتظرينك، يعني احنا مستنيينك، انه وجودك في هذا التوقيت مهم جدا. طيب الرسائل من هذه الزياره وهذه اللقاءات وهذا الاحتفاء الذي تم والكلام عن الوصول الى التعاون الى مستوى اللي هو يعني انه يبقى تعاون استراتيجي كامل، خلونا نستمع اكثر من الاستاذه الدكتوره نيفين مسعد، استاذه العلوم السياسيه بجامعه القاهره. دكتوره نيفين اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك. يعني حضرتك
الأول وقع هذه الزيارة أو وقع تفاصيل هذه الزيارة عليكي مش من أرضية أستاذة العلوم السياسية، ولكن في البداية أرضية المواطنة المصرية العربية اللي بتشوف حاجة بقالنا كتير ما شفناهاش. يعني هو الواقع مزدوج، يعني مزدوج لأنه بيوضح جزء من اللي انت قلته يا دكتور محمد في البداية، انه مصر اتنقلت من عملية البناء الداخلي الى الحركة الخارجية على نطاق واسع. بضيف لده كمان انه التوجه ناحية المشرق العربي بتنوع في إطار حركة مصر، مصر بتسعى إلى توسيع دائرة تحركها، ونحن نعلم أنه كلما اتسعت دائرة حركة الدولة كلما استطاعت أن تمتلك أوراق قوة وأوراق تأثير ويكون لها نفوذ في مجالات متعددة. فأنا سعيدة بهذا التحرك من هذه الزاوية. الأثر الثاني المهم أنه أنا يعني من جيل مؤمن بفكرة التكامل العربي، وبالتالي بسعد جدا جدا في زمن الفرقة العربية، مش بس الفرقة العربية لكن الدول الوطنية في العديد من أنحاء المنطقة على المحك، هي نفسها صحيح معرضة للتفكك. صحيح. في هذه المرحلة نحن لا نحافظ فقط على الدولة المصرية ونصلب عودها ونقويها يعني ونعزز دعائمها وأسسها، لا، ده احنا كمان بننتقل لخطوة تحقق التكامل العربي بهذا الثلاثي، يعني النواة هي بهذا الثلاثي، لكن طبعا هذه النواة قابلة لأن تكبر بتستقطب تستقطب دول أخرى. طبعا بأؤكد أنه هذا التكتل ليس موجها ضد أحد ولكنه مفتوح للجميع، لأنه هناك بعض المحاولات التي تحاول أن تجهض هذا التكامل، مش بس النهاردة لكن منذ بدايته في 2019 وتخترع له أعداء وتخترع له خصوم أنه موجه ضد كذا أو ضد الطرف الفلاني. هو بالأساس من أجل إحداث نقلة نوعية في عملية التكامل العربي اقتصاديا وتنسيق الرؤى السياسية في مجالات مختلفة، وقضية الفلسطينية، قضية الإرهاب، قضية سد النهضة. كان التجمع اليوم شديد الوضوح والبلاغة في تعضيد موقف مصر والسودان في قضية سد النهضة. صحيح. ده دكتورة من غير ما أقطع كلام حضرتك، يعني أنا توقفت عند أنه ده اللقاء الرابع في إطار تفعيل هذه الآلية الثلاثية للتعاون. اللقاءات الثلاث السابقة لم يكن مطروح عليها أو اتكلم الرئيس عن سد النهضة. النهاردة اتكلم عن سد النهضة من أرضية أن مصر لن تفرط في الحفاظ على الأمن المائي العربي. يعني ربط قضية سد النهضة صحيح أنه هي تمس مباشرة مصر والسودان، لكن أنه الرئيس النهاردة يقوم بتسويقها سياسيا على أنها قضية تمس الأمن المائي العربي. أنا يعني أحب أضيف لده أنه يعني هذه النقطة كانت شديدة الذكاء. لماذا؟ لأنه طبعا المية قضية أمن قومي عربي بامتياز، لكن أيضا أن يقال ذلك في العراق الذي يعاني من مشكلة مياه مع يعني تشبه كثيرا مشكلة مصر مع والسودان طبعا مع أثيوبيا، يعني تركيا التي هي دولة المنبع. فهذه إشارة شديدة الذكاء، وربما أنا يعني كمواطنة عربية أتطلع إلى أن توضع قضية المياه في سياق أعم من السياق المصري، لأنه ما تريده أثيوبيا هو ما تريده تركيا. فيعني أتمنى أنه توضع القضية في إطار أعم، أنه الدول التي تنبع منها الأنهار ليس من حقها أن تمنع المياه عن دول المصادر، لأنه في تنظيم القانون الدولي صحيح، يعني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية تنظم ده، فلا يجب أن يتغول عليها أحد الآن. طبعا طبعا يعني طب متفقة تماما، وهذه قضية تمس العراق في الصميم. يعني فبالتالي كلما يعني خلقنا مصالح مشتركة في القضايا موضع الاهتمام، قضية الإرهاب هي قضية مشتركة، قضية صحيح. المياه هي قضية مشتركة، قضية التنمية الاقتصادية هي قضية مشتركة. كلما تلاقت المصالح بين الأطراف الثلاثة وتوسعت هذه الأطراف، كلما يعني ضمننا استدامة للتحرك الإقليمي أو يعني هذا التكتل الجديد.
دكتورة نيفين، حضرتك أشرتي يعني بسرعة كده إلى أنه أولا هذا التكتل ليس ضد أحد ولكنه للتعاون الاقتصادي، وأنه هذا التكتل أو التحالف يمكن أن يكون نقطة ضوء تستقطب آخرين. يعني إيضاح أكثر يا فندم عن مستقبل هذا التكتل، يعني حضرتك أجملتي في أنه يمكن أن يستقطب يعني مرشحين آخرين أن هم ينضموا، هيتم تسويق هذا التحالف إزاي لمصلحة العرب، فمستقبله كما يعني تتخيلين أو زي ما حضرتك شايفة يعني مستقبله هيبقى رايح يعني فيه. يعني أنا شايفة إنه طالما إنه هذا التكتل أو يعني التنسيق أو هذه النواة لها أهداف مشتركة بين العديد من الدول العربية، فلا مانع أبدا من أن تنضم لها دول عربية أخرى. صحيح. سوريا كمثال طبعا يستحيل انه تنضم سوريا الى هذا التجمع بدون ان تعود سوريا الى جامعه الدول العربيه، ولكننا نعلم ان هناك جهودا تبذل من اكثر من طرف عربي من اجل اعاده سوريا الى مقعدها في جامعه الدول العربيه، وفي الحقيقه انه يعني ان الاوان لتعود سوريا. صحيح. الى الجامعه، فصعب قوي ان احنا نتصور تكتل او تجمع يجمع الأردن والعراق ويستثني سوريا. سوري صحيح. خاصة يعني إنه المظلة الأساسية اللي بيتكلم يعني بيتم طرح المسألة من خلالها مشروع الشام الجديد، فكيف لشام جديد بدون سوريا؟ هذه نقطة، والنقطة الثانية يمكن ما تطرقنا لهاش في الحديث يا دكتور محمد، انه احد اهداف هذا يعني التكتل او التجمع او التنسيق هو تعزيز عروبة العراق، ونحن صحيح. أيضا نحتاج إلى تعزيز عروبة سوريا. صحيح. لأن دول الجوار لم تتغول علينا ولم يعني تخترق المنطقة بشكل غير مسبوق إلا للغياب العربي، يعني عندما تركنا العراق دخلت إيران، عندما تركنا سوريا دخلت تركيا. صحيح. دخلت أيضا تركيا وأيضا وإيران. يعني تعزيز عروبة الدول العربية هو ضمانة للأمن القومي العربي، هو مصلحة كل دولة عربية سواء مشتركة في هذا التكتل أو ليست مشتركة. وبالتالي إذا كنا نتحدث عن الحاجة إلى تحجيم نفوذ دول الجوار، فهذا التحجيم يلزمه أن نوجد، لأن الفراغ جاذب، لا 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 توجد مساحات فارغة، وكل فراغ لابد أن يملأ بواسطة قوة، فلنكن نحن العرب الذين نملأ المساحات المتاحة في الدول العربية كافة. أشكرك جدا أستاذة الدكتورة نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، يعني زي ما بقول لحضراتكم لأنه هذا اللقاء ليس مجرد لقاء للحديث عن التعاون الاقتصادي فقط، عن الاستثمار فقط، عن يعني اتفاقيات، ولكن المعنى السياسي أكبر، لأنه فعلا زي ما الدكتورة نيفين بتقول يعني عندما تركنا العراق وحدها وعندما تركنا سوريا وحدها، أولا اتهددت الدولة الوطنية وتغولت قوى أخرى في هذه الدول، فالأولى بنا أن نكون هناك. ولما مصر بتكون هناك الحقيقة، وسياسة مصر في هذه الفترة، مصر ليست دولة طامعة يا جماعة خالص، يعني مصر لا تسعى ولا تخطو خطوة وهي طامعة في أحد أو في ثروات أحد أو في خير أحد. طيب أنت العراق طرح إيه؟ يعني إحنا الاستفادة زي ما قلت لحضراتكم، أولا دي بلورة للجمهورية الجديدة، إن أنت خلاص قدرت تخرج من أزمتك وبنيت دولتك الوطنية وبنيت مؤسساتك، وتستطيع أن تخرج إلى دول أخرى لتقدم هذه الخبرة ولتساعد في بناء هذه الدول. الفايدة المباشرة اللي الناس ممكن تبقى بتتكلم عنها، لأنه المشروع بتاع الشام الجديد قايم على إيه؟ أنه العراق يعني يروح بترول من العراق للأردن ولمصر. مصر أنتوا عارفين أنت مركز إنتاج طاقة، فالبترول اللي هيجي هيعاد تكريره ويصدر مرة أخرى، فأنت هنا دي فايدة مباشرة. حاجة تانية انه خبرتك اللي انت حصلت عليها في البناء هنا جوه، تبني في العاصمة الإدارية اللي ما كانش عاجبة الناس، تبني في 20 مدينة جديدة اللي ما كانش عاجب الناس، تعمل طرق، تعمل كباري، تعمل أنفاق، تعمل مواني، تعمل تعمل تعمل، كل ده بلور خبرة في النهاية تستطيع أن تساهم بها من خلال شركاتك في إعادة إعمار العراق. العراق محتاج كتير جدا، فهذه مصلحة مباشرة وموجودة.
لانه هذا المشروع اللي هو الشام الجديد قائم على ايه؟ انه استفاده من الزخم البشري وكده، من الزخم البشري المصري. فانت هتبقى اول طلعه كده انك بتتكلم في حوالي مليون مثلا، مليون مصري العراق محتاجاهم عشان يروحوا يساعدوا في اعاده بناء هذا البلد وفي تعمير، محتاجين خبرات كتيره جدا. وهذا لن يكون جديدا، لانه ناس كتيره جدا من مصر كانوا موجودين في العراق في فتره وكانوا بيشتغلوا، وكانت المساله مفتوحه جدا، يعني في بيوت كتيره جدا في مصر الناس بنوها من سفرهم للعراق. فالذي يحدث الان هو عوده الى الامور او الحياه الطبيعيه جدا او الاوضاع الطبيعيه جدا، لانه طول وقت علاقتنا مع العراق وعلاقتنا مع الاردن علاقات قويه جدا. فاليوم الحقيقه يوم فارق للغايه وبيقول كتير، يعني انا مثلا الحقيقه ببقى في احداث لازم نتوقف عندها لانه هذا الحدث يقول كثير. انتوا عارفين ست فيروز لما غنت يعني مصر عادت شمسك الذهب، اهو ده، هو مصر عادت وبقوه الى الاقليم بتاعها، مش بس عادت على مستوى الكلام، لا ده عادت على مستوى الكلام وعادت على مستوى الفعل.